رجعنا لكم تاني في الفقره الاساسيه النهارده في برنامجنا النهارده. الفقره اللي احنا كنا ابتديناها من 3 اسابيع بالظبط، وخلينا اقول كان رد فعل الناس كان هايل جدا، وده يؤكد ان الناس فعلا محتاجه التوعيه. كنا بنتكلم على سرطان الثدي، وخلينا نكمل رحلتنا في سرطان الثدي. وعشان كده يسعدني ويسعدكم ان احنا نكون ضيف ضيفكم النهارده الاستاذ دكتور ربيع الشاعر، استاذ مساعد تحليل الباثولوجي والانسجه والاورام طب الازهر، ومدير معامل سلسله معامل الشهد. دكتور ربيع اهلا وسهلا بحضرتك، القاهره منوره والله. خليني بس اقول حاجه في الاول، الدكتور ربيع بيجي من كفر الشيش مخصوص علشان يقدم الفقره بتاعتنا في برنامج صحتك ثروتك، فانا عايز اشكره على المجهود اللي بيعمله عشان في الاخر نوصل معلومه لحضراتكم، معلومه تفيدنا خاصه ان احنا اللي طلعنا بيه الحاله اللي فاتت من سرطان الثدي، الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي هو الف ب العلاج، ويمكن بقى بالعكس هو يمكن يكون العلاج كله. ربي يصبح الله عليك. الله يصبح الله عليك. اخبارك عامل ايه؟ دكتور خلينا افكر حضرتك ان احنا الحل اللي فات كنا بننهيها بان احنا اتكلمنا عن سرطان الثدي، واتكلمنا عن الكشف المبكر، وقلنا من ضمن الكشف المبكر اللي هو الفحص الذاتي. تمام. وانا فاكر حضرتك قلت لي ان في خطوات للفحص الذاتي. بالظبط. هو عامه يعني سرطان، خلينا نتفق على ان الكشف المبكر ده بيعالج من 97 ل 99 من سرطان الثدي علاج تام والشفاء كامل. تمام. فبالتالي مهم جدا جدا الكشف المبكر. هايل. طيب قلنا ان في خطوات للكشف المبكر. اول خطوه كانت الفحص الذاتي. تمام. الخطوه الثانيه كنا قلناها اللي هي الفحص السريري. الفحص السريري يعني الدكتور. الخطوه الثالثه اللي هو الاشعه بعد ذلك. تمام. وفي حاجه جديده قوي هبقول لك عليها النهارده ان شاء الله. لسه بادئين فيها ابحاث من 2018 وطلعت بيبر فيها في 2019 ولسه ما اتطبقتش صحيح، بس واعدة ان شاء الله في الكشف المبكر عن اورام الثدي. خلينا نقولها بعدين. هايل ماشي. فقلنا بدانا ان احنا بالفحص الذاتي. تمام. وقلنا ان احنا من سن 20 سنه تبدا الست تبدا تفحص، تتعلم تفحص الثدي بتاعها في ميعاد ثابت كل شهر من الدوره، يعني افضل ميعاد للفحص الذاتي من يوم السادس لليوم العاشر بعد انتهاء الدوره. ليه؟ لان في قبل كده بيبقى في احتقان في الثدي وبيبقى صعب جدا انها تقدر تحس حاجه في ثديها. الوقت ده تبقى اقل فتره فيها احتقان في الثدي من يوم السادس بعد الدوره لليوم العاشر. يوم العاشر. هي. طيب تفحصه شهريا من سن 20 ولغايه يعني ما بعد كده يعني. تمام. طيب الفحص الذاتي ليه خطوتين. الخطوه الاولى اللي هي مرحله التامل. ايوه. والخطوه الثانيه مرحله الفحص. طيب تمام. التامل لازم الست تبقى عارفه شكل ثديها كويس جدا، مع تكرار الفحص الذاتي هتعرف شكل ثديها. تمام. شكل الجلد بتاع الثدي، شكل الحلمه، فبالتالي اي تغيرات بعد كده هتحصل فيهم هتقدر تكتشفها. هايل. فالتامل بتقف قدام المرايه بطريقه معينه، وممكن تحط يعني ايديها الاثنين في وسطها وبتضغط على عضلات الثدي، فبيبدا لو في اي تورم جوه الثدي بيبدا يظهر ويبان او يتدلى من الثدي. تمام. او هي بتبص يعني تحط برضه تقعد على كرسي او حاجه وتضغط على الخصر بتاعها بايديها جامد جدا. وتتدلل قدام وينزل يتدلى الثديين منها. فلو اي حاجه جوه في الثدي بتظهر يعني على هيئه انبعاك في الثدي او تغير او كده. اعتقد ان دي حاجه بسيطه جدا اي ست ممكن تعملها. تمام. بس مرحله الفحص انها بتبقى تتعلم تفحص ثديها ازاي. بتقسم الثدي عندها 4/4. ربعين فوق وربعين تحت. تمام. وحلمة الثدي في المنتصف وبالثلاث صوابع الوسطى. تمام. وبداخل الصوابع مش بالاطراف، لان بداخل الصوابع لان لو اي واحده عملت فحص بالاطراف هتحس ان كل الثدي بتاعها فيه كلاكيع مشاكل. لا لازم الداخل من الصوابع، ثلاث صوابع اللي في النص وبالداخل، وتبدا ربع ربع من فوق، تبدا بحركه دائريه متوسطه. تمام. مع ضغطه خفيفه تبدا تحس ثديها. الاول هتنام وتحط مخدة على تحت كتفها اليمين، تبدا بايديها الشمال تفحص الثدي اليمين بالثلاث صوابع دولت، تنتقل من ربع لفوق للداخلي للخارجي، وبعدين اللي تحت الخارجي، وبعدين الداخلي، وبعدين تفحص تحت الحلمه. تمام. لو حست اي حاجه مش طبيعيه بعد كده لازم هي تخش في الخطوه الثانيه، تروح لدكتور. وتكرر من الشمال تكرر على اليمين. ده الفحص الذاتي، وده لازم يبقى شهري، اللي هو من يوم السادس لبعد انتهاء الدوره اليوم العاشر. تمام. ده لازم
يعني تمشي عليه من اول سن 20 وما بعد ذلك. ده بيكتشف قد ايه بقى من اورام الثدي؟ بيكتشف 25% من اورام الثدي، يعني يعني 25% من الستات اللي هم هيبقوا اول اكسبيرينس هيقدروا يكتشفوا ان عندهم فيه مشكله. يعني كل 100 ست لو عملت التمرين حق بتقول على الفحص ده 25% يكتشفوا ان هم عندهم الاكتشاف المبكر. المبكر. هنخش بعد كده انها تروح تعمل كشف سريري. الكشف السريري ده مش لازم علشان تلاقي في حاجه في الثدي لازم تروح للدكتور، لا، ده المفروض كل من سنتين لثلاثه تروح مره للدكتور من بعد سن ال 25. تمام. هتروح الدكتور طبعا لازم يكون حد متخصص في اورام الثدي. دكتور المعلومه تاني اكرر المعلومه اللي هي من 25 سنه تروح كم مره؟ كل ثلاث سنين تروح تفحص عليها مره عند الدكتور. حلو قوي. تمام. تمام. حتى لو ما بتشتكيش حتى لو مفيش اي حاجه، لان تمام. هي احنا قلنا بقى يعني 25 واحد هتقدر تكتشف و25 مش هيكتشفوا بالظبط، فلازم هي تروح، لان الدكتور طبعا اقدر ان هو يقدر يحس الثدي اكتر من الست. تمام. بس لازم يكون حد متخصص، مش اي حد، لازم حد متخصص في اورام الثدي. احنا عندنا في مصر في تخصص اورام ثدي طبعا. ده بيبقى نساء ولا اورام ولا لا مش نساء، مش هو جراحات اورام ثدي. جراحات اورام ثدي. هي تمام. ده بيكتشف من 40% ل 50% من اورام الثدي، لان احيانا اورام الثدي بيبقى صغير جدا حتى الطبيب نفسه ما بيقدرش يحسه. اللي هو ال 25% اللي باقيين. ما احنا اتفقنا 25% هيكتشفوا بنفسهم. احنا لو اعتبرنا ان احنا ما عندنا ست ما بتفحصش نفسها خالص، بتروح للدكتور بس كل سنتين. الدكتور هيكتشف من 40 ل 50% من الحالات اللي مصابه. تمام. من الحالات المصابه. طيب بعد الدكتور، الدكتور برضه ما لقاش حاجه خلاص اوكي ما فيش، هيطمنها. طيب في الثالث بقى والاهم اللي هو الكشف بالاشعه السينيه او بيسموها الماموجرافي، الماموجرام. ده الستات من سن 35 وطالع لازم تروح كل سنتين تعمل ماموجرام. 35 فيما فوق تروح تعمل كل سنتين الماموجرام. كل سنتين الماموجرام، ده بيكتشف 90% من اورام الثدي. ده اشعه دقيقه جدا اسمها الماموجرافي، بتكتشف يعني لو الورم اقل من نص سنتي بتشوفه. تمام. بعض الحالات اللي هي ما تقدرش تشوفها لما يكون حجم الثدي كبير قوي والفات فيه عالي جدا، ففي الحالات دي ممكن نلجا لحاجه اسمها الام ار اي او الاشعه المغناطيسيه. انما مهم جدا ان بعد سن 35 كل الستات كل سنتين تروح تعمل ماموجرافي. طب امتى تعمله قبل كده؟ يعني في ستات ممكن تبدا من سن 30 او اقل كمان 25 لو كان عندها تاريخ في العيله او ماشي المرض واصف عيلتها. تمام. يعني عندها كانت امها او اختها او خصوصا اللي هم يعني الدرجه الاولى عارفه ان ده كان في عيلتها، لا ده تبدا الماموجرافي ده من قبل كده ب 10 سنين، مش عند سن 35 سنه، تبدا عند سن 25 سنه وتعمله كل سنتين، وبعد سن 35 سنه تعمله كل سنه. دكتور معلش في سؤال جالي دلوقتي. اتفضل. هو نسبه السرطان الثدي في مصر قد ايه ولا ما فيش داتا بتقول؟ لا هو نسبه السرطان الثدي واحده ست من كل ثمانيه. واحده من كل ثمانيه؟ اه. نسبه عاليه جدا. عليك. بس انا زعلان. ليه كده؟ هقول لحضرتك زعلان ليه. حضرتك المفروض كل نص ساعه، كل ساعه، في كل برامج التلفزيون حضرتك اللي بتقوله ده يطلع فين؟ يطلع للناس، للامهات. والله انت لان لو واحده، لو واحده كل ثمانيه اعتقد ان احنا سهل قوي ان احنا يتم السيطره. مش في الستات بس، ده سرطان الثدي بيجي في الرجال كمان. حضرتك كنت قلت لي الحل اللي فات ان هو كمان في الرجاله. بس طبعا هو في الرجاله اقل بكتير. يعني عايز اقول التوعيه لازم تبقى اكتر من كده بكتير. هو انا اعتقد ان في حملات حاليا في الدوله وبدات، وده حاجه كويسه جدا على التوعيه على سرطان الثدي وماشيه كويس جدا يعني، والمفروض تزيد اكتر من كده كمان. اعتقد اللي هي الستات بتروح تعمل تحاليل وبيطلع التحليل بتاعها صح كده؟ زي اللي هو 100 مليون يعني صحه. بالظبط تابع الحمله دلوقتي شغالين على التوعيه بسرطان الثدي والاكتشاف المبكر وكده. بس انا عايز اقول الحمله بس ما تكفيش، المعلومات حاجة بتقولها دي المعلومات دي لازم تبقى عارف حاجه كده ايه؟ يعني معلش اسف التشبيه، احنا كلنا حافظين الفتحه او حافظين حاجات في الانجليزي. لازم حضرتك كلنا يبقى مع لازم في التشبيه. دي مهمه جدا، الاكتشاف المبكر بيعالج 99%، تخيل 99% شفاء كامل، 1% بس اللي ممكن يعني يحصل له مضاعفات، لكن لو اكتشفته مبكر كل ما اكتشفت اي عامه اي ورم بس سرطان الثدي خصوصا في مرحله بدري، لان احنا عندنا السرطان ده اربع مراحل، لو اكتشفته مرحله اولى او الثانيه علاجه سهل جدا جدا، بعد كده بقى علاجه صعب. الجديد بقى في السكريننج او تمام. بداوا يلاقوا ان كل الاورام ومنها اورام الثدي وسرطان الثدي بيطلع حاجات
مواد كيماويه او يطلع حاجه اسمها مايكرو ار ان ايه او مايكرو فيزيكلز في الدم من قبل حتى هو ما يعمل تورم في مكانه. ده احنا خطوه استباقيه. ده احنا كده مش اكتشاف مبكر، ده احنا اكتشاف قبل المبكر. طيب هنلاقوه فين ده؟ يعني المفروض قبل الست ما تحس كل كيعة في صدرها، وقبل الاشعه ما تشوف كل كيعة، وقبل الورم نفسه ما يعمل كل كيعة. لو الخلايا تعرف، طبعا تعرف ان الاورام دي معناها ان تكاثر الخلايا طبعا طبيعيه. لو خليه كده شاورت عقلها وابتدت تتكاثر تخش في هو يعرف الخليه قبل ما تشاور عليها. الخليه دي بتبدا تطلع الماتيريال ديت او المايكرو فيزيكال ار ان اي، وتبدا تنزلها في الفلويدز بتاعت الجسم او في الدم او حتى في اليورين. تمام، ودي كانوا بيسموها ليكويد بايوبسي. تمام، بداوا دلوقتي عملوا سنسور يتحط في المناخير، حساس يتحط في المناخير، وكمان بياخدوا عينه بول يبتدوا يدوروا على المواد دي فيها. وفعلا 12 بيبر في 2019 على ان النتيجه بتاعتها كانت 95% اكيوسي، دقيقه جدا بنسبه 95% بتاعت النفس. يعني يكتشف ان الست دي عندها سرطان في بدايته خالص من عن طريق النفس، و85 ل 90% من البول. دي لسه ما اتطبقتش، انما الابحاث بتاعتها كويسه جدا جدا. يعني هي ليه ما اتطبقتش؟ لان لسه غاليه جدا، في التكلفه بتاعتها عاليه قوي. انما كاثبات اثبت خلاص ان فعلا ممكن نكتشفه عن طريق النفس او عن طريق البول. بص انا معلش، انا هو الناس بتتخيل انا شغال في معامل الشعر، بس انا تحمس المعامل الشعر لان فعلا حاجه ذو امكانيات. طب خلينا نقول النهارده دور المعامل المتميزه وعلى سبيل معمل الشعر ايه في اكتشاف وتدي نتيجه صح في سرطان الثدي. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي، ولو سمحتوا لي معلش اسف المخرج التحيز، انا عايز ينزل لي فيديو، هو معانا فيديو دلوقتي عن داخل رحله داخل معمل الشعر على الشاشه. تمام، احنا اتكلمنا على الكشف المبكر. تمام، دلوقتي الدكتور لقى حاجه او شاف او الست حست بحاجه وراحت للدكتور، وبدا الدكتور بقى علشان يبدا مرحله علاج سرطان الثدي. اول مرحله في علاج سرطان الثدي انها تيجي معمل الشعر او تيجي المعمل يعني. لا تيجي معامل الشعر، ما دام معامل الشعر بيكتم الحته بتاعت وجه بحري كفر الشيخ واسكندريه يروح معامل الشعر. تمام، ما احنا اتفقنا الحلقه اللي فاتت انا لازم اختار كمان المعمل اللي اروح له. بالظبط، مش استرخصش. لا بالظبط، انا بتكلم بس يا دكتور في الموضوع حساس، موضوع لو ما اتعالجش وتم اكتشافه مبكرا يؤدي لحاجات احنا مش قدها. الله ينور عليك. فالخطوه بعد كده الدكتور بيبدا يقول لها طيب انا الاشعه قالت لي حاجه وانا حاسس بحاجه، انت لازم هتروح دلوقتي للمعمل علشان هيبدا ياخد عينه. دي برضو العينه من الورم اللي احنا شايفينه ده. ده دورنا احنا بقى، بتيجي معامل الشعر بنستقبلها في مكان مخصص لاخذ العينات بتاعه الاورام. بدخل انا شخصيا اخذ العينه من المريضه بحاجه اسمها الابره، ابره خاصه بناخد بها عينه الورم. الابره دي بقى دي اول مراحل العلاج. اول مراحل التشخيص واول مراحل العلاج. ان طالما شخصتي بها عليك. خلاص احنا دلوقتي المعامل بنتكلم ان الدكتور خلاص تاكد ان في ورم وعايز بعت لحضرتك المعمل، صح كده؟ خد بال حضرتك. هو شاف ورم. شاف ورم. ما يقدرش يقول ده هو ورم حميد ولا ورم خبيث. فبعته عشان اطمن الناس، 90% من الحاجات اللي بتيجي في الثدي حميده. 10% بس هي اللي خبيثه. تمام. تمام؟ فهو شاف ورم بس لا الاشعه تقدر تقول ان هو خبيث، ولا الدكتور نفسه يقدر يقول ان هو ورم سرطاني، ولا اي حد غير المعمل. مش اي معمل. مش اي معمل طبعا. تمام. لازم معمل متخصص زي معمل الشعر. تمام. فبيجي تيجي الست بناخد منها الابره دي بالابره، بنسحب منها خلايا بطريقه معينه. وبنقدر نشوف الخلايا دي ونحدد هل الخلايا دي فعلا فيها تغير سرطاني ولا خلايا حميده. وبنكتب التقرير، وعلى اساس هذا التقرير الدكتور بياخد الديسيجن بتاعه اللي هو هيعمل بيه العلاج، هل هيبقى علاج جراحي او هيدي حاجه في الاول قبل الجراحه او لا، على حسب التقرير اللي بيطلع من عندي من المعمل. تمام. ده المرحله الاولى اللي بيعملها معمل الشعر. المرحله الثانيه لا قدر الله الست خلاص قلنا سرطان، تبدا تروح للدكتور عشان يخش في المرحله الثانيه بتاعها عشان يبدا يشيل الورم ده. طب يشيله هيوديه فين؟ هيشيله لازم يجيبه تاني معامل الشعر. طب هيجيبه تاني ليه؟ علشان انا لازم اخد الورم ده وابدا اشرح فيه بطريقه معينه علشان اشوف ادي الورم مرحله ودرجه، واشوف هل انتشر طلع للغدد الليمفاويه ولا ما طلعش الغدد الليمفاويه. لان ده بيفرق جدا 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 في العلاج، ومفيش واحده ابدا زي الثانيه، مفيش واحده
هتاخد علاج زي اللي قبلها ابدا. على حسب مادي، مرحله اولى لا علاج، مرحله ثانيه لا علاج، مرحله ثالثه وهكذا. وصل الغده، طب وصل كام غده لمفاويه؟ طب كل ده بكتبه في التقرير وبدي التوصيه بتاعتي للدكتور، وبتاخد هي تاني التحليل، تروح للدكتور بقى، هتسيب دكتور الجراحه وتروح لدكتور مختلف خالص اسمه دكتور علاج الاورام. بيشتغل على اللي انا كاتبه. كل كلمه في التقرير لها معنى عنده. كل كلمه انا كتبتها المريض هيستفاد بيها عنده. تمام. فده دور هو الاساس في علاج سرطان الثدي، هو اساس، هو دور المعمل. بص يا دكتور، عايز اقول لحضرتك على حاجه، الساده المشاهدين بس اوضح لهم حاجه. دكتور ربيع لما اتكلم في الاول بيتكلم احنا ازاي ما نروحش معامل الشعر، وده دلاله ان هو راجل عنده اسكس، بيتكلم من عنده فاليو، عنده قيم. لان احنا لما نكتشف الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي مش هنلجا للمعمل، ولكن لو لجانا للمعمل لازم نختار المعمل نروح له، علشان الوقت مش في صالحنا. بالظبط. فيه ناس ممكن تيجي للمعمل دايركت، يعني في بيجي لي في المعمل واحده ست عملت فحص ذاتي نفسها ولقت فيه حاجه في صدرها، فتقوم جايه لي للمعمل تقول لا انا عايزك تاخد لي عيان. دي بتحصل كتير جدا. انا برجعها خطوتين، اقول لها ارجعي روحي لدكتور في الاورام الثدي يشوفك الاول، تمام، وبعد كده هيطلب منك اشعه معينه، وانا الخطوه اللي بعد كده. هو ده الترتيب الصح. دكتور معلش استاذنك، واحنا بنكمل الحوار تحمس المعامل الشعر، انا متحمس للصف اللي مع حضرتك برضه، هنزل فيديو بيصور برضه. طيب. هو دلوقتي نزل على الشاشه ومعانا. طيب. واحنا بنكمل حوارنا، لاني عرفت الحلقه دي انا محتاج تقعد 3 4 ساعات بجد. الله والله يبارك فيك. لا بجد. طيب. احنا مع بعض يا عم. لا لا مش مشكله. لا انا بص حضرتك، نادرا لما بقعد عارف مربع ايديا، انا قاعد مربع ايديا اللي حضرتك بتقول معلومات، وزي ما قلت في الاول انا زعلان، اللي زعلان المعلومات دي لازم تبقى اي بي سي عندنا، الف ب في كل بيت ان شاء الله، عند كل ست وعند كل راجل، نعمل توعيه ان شاء الله، واحنا نحتسب ده خير. يعني احنا يعني يا رب يكون في ميزان حسنات حضرتك وميزان حسناتنا احنا كبرنامج. الله يبارك فيك. اتفضل يا فندم. بس فاحنا عشان برضو من الحاجات المهمه اللي اكتشاف الورم، ان الست عارفه اعراض الورم، يعني الخبيث ليه اعراض معينه. تمام. احنا دلوقتي هنتكلم على اعراض السرطان الثدي الخبيث. اه بالظبط. هو كلمه سرطان دايما بتبقى خبيث، صح كده؟ كلمه سرطان يعني خبيث، الورم الخبيث. تمام. الورم الخبيث. فمبدئيا الورم الخبيث ما بيعملش الم. عشان خبيث. مش لازم يعمل الم، نادرا جدا ما يعمل يجي بالم في الثدي. ده معناه ان مش كل واحده تحس بشويه الم في ثديها يبقى ده بالعكس، ده مطمن. تمام. لان طبيعي جدا ان اثناء الدوره عند الستات تبدا تحس بالم في الثدي بتاعها. تمام. ده طبيعي. تمام. تمام. طيب ايه الاعراض اللي ابدا اخاف منها؟ اول حاجه ان احس، ان في كلكيه ظهرت في صدري. طبعا مش هتقدر تعرف حميد ولا خبيث، بس طالما في كلكيه ظهرت في صدري يبقى على طول لازم ما اقعدش ولا ثانيه في نفس اليوم ده اروح للدكتور. تمام. يبقى اول حاجه ان الاقي كلكيه جوه الثدي. نمره اثنين، تغير في الجلد بتاع الثدي. احيانا الجلد الثدي يبقى اللي هو الشكل الخارجي لجلد الثدي اللي هو المورفولوجي بقى. اه بالظبط. تمام. ممكن يبقى شكله عامل زي شكل جلد البرتقانه، ودي من حاجات العلامات المهمه جدا لسرطان الثدي. تحس الست انه عامل فيه خروم كده كانه زي جلد البرتقانه، بيسموه يعني بيدو اورنج. شكل الحلمه، هل ابتدى يحصل تداخل، دخلت لجوه، هل نزلت عن مكانها، هل شكلها اتغير. لو حصل ديمبلنج او حفره في الثدي في حته معينه معناها ان في حاجه بتشد من جوه. ده كل ده في الشكل الخارجي. تمام. تمام. او لو بدا يحصل تقرحات في الحلمه. تمام. الحاجه اللي بعد كده، هل في افرازات من الحلمه ابتدت تنزل ولا لا، او شكلها ايه، هل هي افرازات مدممه ولا مش مدممه. اي افرازات ده نذير خطر عندي. تمام. تمام. من الاعراض برضو بتاعه سرطان الثدي ان هي ممكن ما تحسش بحاجه خالص في الثدي، بس تحس تحت البط. تيجي تحط ده تحت بطها تبص تلاقي فيه كلكيع. طب ايه ده، ايه ده، دي غده لمفاويه. احيانا بيبقى سرطان الثدي اقل من 1 سم ما يتحسش، وبيدي رسل او بيبعت ورم للغده اللمفاويه. تمام. وتبدا الغده اللمفاويه تكبر، فلو حست بحاجه تحت بطها ده برضه نذير ان انا ممكن الاقي عندي حاجه في الثدي. تمام. ده بالنسبه للاعراض بتاعت
دكتور بص خليني لو سمحت لي ان احنا يعني هيبقى لنا حلقات مع بعضينا، بس الحلقه اللي جايه عايز اعملها بشكل مختلف شويه. انا هفتح بعد اذنك الفتره اللي جايه هعمل زي خط التليفون لينا بالواتساب بتاعنا احنا، عن اي حد عايز يسال عن سرطان الثدي، وهبعت لحضرتك الاسئله ونرتب في حلقه ان احنا نرد، لان في يعني جالي سؤال مثلا علاقه الحمالات الصدر بسرطان الثدي، جالي سؤال دلوقتي حضرتك ممكن نجاوب في السريعه، هل ينفع اروح اعمل نونوجراف من غير ما اروح لدكتور اطمن نفسي؟ ممكن نجاوب على السؤال ده وننهي بالحلقه بتاعت النهارده. ينفع طبعا، مفيش مشكله خالص. مفيش مشكله. يعني ممكن. بص اصل انا لو شكرتك لا مش هينفع اشكرك، لان طبعا الموضوع اكبر من ان انا اشكر حضرتك. طبعا بجد والله العظيم، لان خلي بالك دي مشكله، كلمه سرطان نفسيها مشكله. لما احنا بندي النهارده الاليات والخطوات ان احنا ازاي نكتشف السرطان مبكر وازاي حتى نعالج السرطان، اعتقد احنا بنشيل ان خلي بالك ده الهيسس بتاع كل ست في الغالب، سرطان الثدي. والله يعني دلوقتي الحمد لله سرطان الثدي بقى علاج كويس جدا ومتقدم جدا، فبنطمنهم برضه ان شاء الله مفيش حاجه دلوقتي يعني صعبه ابدا في علاج سرطان الثدي، بس اهم حاجه الاكتشاف المبكر. انا مش هشكرك، ولكن هقول ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك. ربنا يبارك فيك. ولكن احنا محتاجين الموضوع يبقى فيه اويرنس او توعيه اكتر من كده بكتير، والناس عايزه تسمع ان شاء الله. في نهايه فقرتنا النهارده الفقره الثانيه بشكر الاستاذ الدكتور ربيع الشاعر، استاذ مساعد تحليل الباثولوجي والانسجه والاورام طب الازهر، ومنهم عام سلسله معامل الشاعر. ولكن هو لو ما جاش القاهره انا هروح كفر الشيخ وهكمل معاه. تسلم. شكرا دكتور، اشوفك على خير ان شاء الله. شكرا. احنا دلوقتي معانا بقى الفقره الثالثه بتاعتنا، الفقره الشهريه مع المستشار الطب الاقتصادي برنامج الدكتور هاني فرج، وهنتكلم على السمنه، ولكن هنتكلم على السمنه بشكل مختلف خالص. فاصل ونواصل.